لجنة التواصل تستقبل نشطاء سلام ورجال أعمال ضمن وفد صيني. عصابات تدفيع الثمن تهاجم بلدتين في الضفة الغربية وتخرب ممتلكات. والسلطات الإسرائيلية تهدم مساكن لمواطنين في النقب. استقبلت لجنة التواصل الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلي وفداً صينياً يضم نشطاء سلام ورجال أعمال في محاولة للتعرف على الشعب الفلسطيني وقيادته وتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والمجتمع الإسرائيلي. هذا وأكدت لجنة التواصل برئاسة محمد المدني بأن هذه الزيارات تهدف إلى دعم حل الدولتين على الصعيد الدولي والإقليمي في ظل المحاولات الرامية لتقويض الشرعية والمواثيق الدولية. جاءوا ليكتشفوا عن كثب موضوع العلاقات بين إسرائيل وبين فلسطين، إذا كان في هناك علاقات وكيف ممكن تجاوز هذه الفترة الحرجة. واليوم حل الدولتين أصبح يعني هزيل ضعيف بعض الشيء ويجب تقويته في العالم، وطبعا هناك وسائل كثيرة في العالم تحاول أن تعرقل هذا العمل، منها السياسة الأمريكية طبعا الأخيرة الكل بيعرفها. فإحنا بدنا نحاول من خلال أي حد في العالم يقف بجانبنا ويدعم فكرة حل الدولتين. هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين منازل مواطنين فلسطينيين وأعطبوا إطارات عدد من المركبات وخطوا شعارات عنصرية في قريتي حوارة وعصير القبلية جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن عشرات المستوطنين المتطرفين في مستوطنة يتسهار اقتحموا البلدتين وروعوا أمن المواطنين الفلسطينيين. ويذكر أن هجمات تدفيع الثمن التي تنفذها عصابات المستوطنين الإسرائيليين تتكرر بشكل دائم في هذه المناطق، فيما تتستر سلطات الاحتلال على منفذيها ولا تلاحقهم. جرافات السلطات الإسرائيلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة أقدمت على هدم بيت وديوان وورشة لأبناء العتايقة بمدينة رهط، مخلفة عائلة من 5 أشخاص بدون مأوى. تفاجأنا اليوم بهجوم للقوات العسكرية ووحدة يؤاب التي أصرت إلا أن تهدم منازلنا ومصادر رزقنا. نحن نقول سوف نبقى هنا إن شاء الله حتى نحصل كامل حقوقنا غير منقوصة. قرار الهدم جاء بأمر مباشر من وزير الزراعة أوري أرييل المسؤول عن سلطة تطوير البدو، الذي ادعى بدوره أن العائلة تراجعت في وقت سابق عن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. نحن في بلد رهط نتضامن، سنجري جلسة فورية يوم الأحد القابل إن شاء الله لبحث هذه الأمور. على حد علمي هناك كان اتفاق مبرم لإيجاد حل قضية أخواننا دار العتايقة وجميع الأخوان الذين يعانون من ضائقة السكن في رهط، وهي هذه القضية قضية المحك. لا يعقل أن هناك من يعاني من قضية المسكن وفي نفس الوقت يقوم هدم بيوتهم. الإجراءات التعسفية لم تمنع العائلة من وضع أساس جديد للبيت الذي حولته الجرافات الإسرائيلية إلى ركام، هادمة بذلك مصدر الرزق الوحيد لست عائلات. بعدما أفرزته الانتخابات الأخيرة في السلطات المحلية وخصوصا في البلدات المختلطة، برز حجم التحديات الجسيمة التي تواجه التمثيل العربي في سلطات الحكم المحلي. مدينة عكا مثال جلي على ذلك. من مرة لمرة، هي المرة الثالثة على التوالي، في ازدياد في نسبة الناخبين، وهذا بدل على ثقة من قبل الجمهور للممثلين الجمهور العرب،
وبالذات لقائمتنا قائمة الاتحاد العكي في ازدياد مستمر، وهذا الاشي بيشرفنا وبيبسطنا وبدل انه الناس فاهمة انه طريقنا هي الطريق الصحيح، واحنا ان شاء الله راح نكون عند حسن ظن الناخبين ونستمر في الانجازات والمشاريع لخدمة المواطنين بشكل عام في مدينة عكا وبالذات للوسط العربي. في المدن المختلطة على وجه الخصوص يرى الناخب العربي فرصة في التأثير من خلال دعم المرشحين العرب في الانتخابات، وذلك لتوفير الخدمات الغائبة بفعل التهميش السياسي، وعلى رأسها ترميم الأحياء القديمة ودعم الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة. أنا إذا بستنى الطرف اللي هو مسؤول عني يجي يسوي لي إياه اللي بكلفني مبالغ عالية اللي أنا بقدرش أدفع، كيف الناس طلعت من عكا هون؟ إنه صلحوا لهم سقوفي، صلحوا لهم دور، صلحوا لهم كذا، وصار عليهم مبالغ عالية اللي بيقدروش يدفعوها. راحوا عطوني دور محلة وأخذوا دورهم بعكا القديمة وباعوها لليهود. لا يقتصر النضال الجماهيري العربي في المدن المختلطة للمطالبة بالحقوق ورصد الميزانيات على التصويت في الانتخابات فحسب، بل يرى المواطن العربي في عكا بأن الدور الفاعل هو عقب الانتخابات أيضا بمواكبة مسيرة العمل البلدي والحفاظ على النشاط الجماهيري الفاعل في سبيل النهوض بالمجتمع العربي. من شمال فلسطين إلى قلب مدينة القدس، استطاعت فرقة نابلس للموسيقى العربية تخطي كافة العراقيل والعقبات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية بشكل ممنهج ضد الشعب الفلسطيني لتقديم أمسية تحت عنوان ليالي الطرب في قدس العرب. طبعا العرض كمان هو رسالة على أنه القدس هي عربية وهي عاصمة دولة فلسطين، وحضور فرقة من نابلس وفرقة أخرى من مناطق تانية هذا تعزيز لهذه المكانة السياسية والمكانة الرمزية كمان لمدينة القدس. وكدليل على أن الثقافة هي سلاح هام في وجه السياسات الإسرائيلية الجائرة، قدمت فرقة نابلس في معهد يابوس الثقافي في القدس بالتعاون مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى أجمل الوصلات الطربية. إصرارنا على أنه نيجي على هذا الحفل ونقدم الحفل لجمهور القدس ونكون بالقدس معهم دليل على أنه ما فيش إشي بيخلينا نوقف في تحقيق أحلامنا، دليل على أنه الثقافة هي مقاومة. ويرى المقدسيون في مثل هذه الأمسيات متنفساً للضيق اليومي الذي تعيشه مدينتهم. احنا منقدر جنتهم انهم تحملوا كل المصاعب والمشاق واختراق الحواجز حتى انهم يجوا يسعدونا ويكونوا معنا في وسط القدس. كانت وما زالت، وهذه الأمسية تؤكد انها ستبقى، هي الثقافة العربية جزءاً لا يتجزأ من نضال الشعب الفلسطيني لمواجهة السياسة القمعية المستمرة. أضرب نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل يوم الخميس، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور في خطوة قد تفاقم التوتر في تونس وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي. التصعيد هو اختبار حقيقي لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد. وتقع الحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي يحثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية. وتجمع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة وطالبوا برحيل حكومة الشاهد وزيادة الأجور، كما شهدت عدة مدن مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل أيضا شهدت تجمع الآلاف في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور. وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها،
وأضرب العاملون في المستشفيات العامة إضافة للوزارات، وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسهيل العمل في أكبر احتجاج النقابيين في السنوات الأخيرة يقوده اتحاد الشغل القوي والذي يضم حوالي 1 مليون عضو. خمسة وعشرون قتيلا على الأقل وعشرون مصابا هم ضحايا تفجير انتحاري استهدف مهرجانا وسوقا مزدحمة في شمال غرب باكستان يوم الجمعة. وقاد انتحاري دراجة نارية باتجاه حشد من الناس في أوراكزاي كانوا يشاركون في مهرجان وسوق يجذبان الناس من مختلف الانتماءات الدينية قبل أن يفجر نفسه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وقال عباس خان مساعد مفتش الشرطة بمنطقة أوراكزاي لرويترز إن من بين القتلى 3 من أقلية السيخ و2 من مسؤولي الأمن. وظلت هذه المنطقة على مدى عقود مأوى للمتشددين الذين يقاتلون في أفغانستان ثم ضد الدولة الباكستانية في الآونة الأخيرة. وكثف الجيش الباكستاني عملياته على الحدود في عام 2009 ونجح في تطهير بعض المناطق من المتشددين. ووقع الانفجار في نفس الوقت تقريبا الذي حاول فيه 3 مهاجمين اقتحام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 2 من رجال الشرطة والمهاجمين 3. وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الانفصالية المسؤولية عن الهجوم على القنصلية الذي لا يبدو أن له صلة بالهجوم على السوق بمنطقة أوراكزاي. وأمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالتحقيق في الهجوم، بينما أدانت وزارة الخارجية الصينية الهجوم على القنصلية وطالبت السلطات الباكستانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن المواطنين والمنظمات الصينية في باكستان. وهذا أكبر هجوم يقع في باكستان ضد مصالح جارتها وحليفتها الصين التي تضخ مليارات الدولارات في البلاد في إطار مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق. لجنة التواصل تستقبل نشطاء سلام ورجال أعمال ضمن وفد صيني. عصابات تدفيع الثمن تهاجم بلدتين في الضفة الغربية وتخرب ممتلكات. والسلطات الإسرائيلية تهدم مساكن لمواطنين في النقب.